بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا. منذ بعث الله سبحانه وتعالى رسوله بالهدى ودين الحق ظهرت فئة المنافقين، والمنافق يظهر الإسلام ويستبطن الكفر. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نكفر أحدا من الناس قد أظهر لنا إسلامه، فإنه كان يعرف المنافقين عن طريق الوحي، والوحي لا يخطئ لأنه قطعي، ولأنه من عند الله علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليم بذات الصدور. بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نتوصل إلى المنافق. ولذلك لما سئل علي رضي الله تعالى عنه عن شأن الخوارج وهم يفعلون أفعالا لا تمت للإسلام بصلة، فقال: إخوة لنا بغوا علينا حتى لا يقع في ورطة التكفير، وحتى لا يلبس على الناس أن أحدا من الناس يصلي ويصوم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويقرأ القرآن وقد يكون قد يحفظه ثم إننا نكفره منعا لهذا الضرر البليغ الذي كان يقسم الأمة ويشققها. امتنعوا عن تكفير هؤلاء، لكن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات عملية سلوكية خارجية وجعلها من علامات النفاق، وقال إنه حتى لو توفرت علامة واحدة في الإنسان فإنه يكون على شعبة من شعب النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والمتأمل في شأن الجماعات الإسلامية التي رفعت رايات التلبيس والتدليس على خلق الله وخالفت أبا القاسم وعصته ترى فيها هذه الأربعة جلية. ترى الأكاذيب على مواقعهم، حتى قال بعضهم وهو صادق إنهم يتنفسون الكذب، يعبدون الله بالكذب، يعلمون أبناءهم السفالة وقلة الدين. ثم إن هؤلاء من ناحية المخالفة هم فريق واحد، ومن ناحية الحركة والتنظيم هم فرق شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.